مساء الخير، أنا عمار الخميسي، رئيس الجمعية المندائية في بريطانيا. إحنا اليوم موجودين بالكرنفال المندائي الثالث للجمعية. احنا سعداء جدا بوجود المندائيين من داخل بريطانيا ومن خارج بريطانيا، ايضا ضيوف عندنا. حاولنا نسوي كرنفال جميل حلو، تعبنا عليه، صار تقريبا شهر كامل بالتعاون طبعا الجمعيه مع الدكتور حسام دابس، حسام صديق دابس ابو رشاد. الجو بصراحه اليوم ما خدمنا شويه، مطر مع الاسف، بس تقريبا اجوا اكثر من 150 شخص، وولد وبناتنا واطفالنا تعمدوا. احنا نقدم طبعا شكرنا الى الشيخ حامد غريب من هولندا، ضيفنا الكبير اللي اجى وتعنا وسوانا صباغه تعميد اليوم في يوم الاحد، اليوم المندائي المقدس لدى المندائيين. وعن نقوم الان باعمال لوفاني، وان شاء الله نسوي محاضرات وفعاليات اخرى. وطبعا نقدم شكرنا الى خاله ام رشا والدكتور اسامه ابو رشا على استضافتهم لنا، وان شاء الله نتمنى المندائيين كل سنه في بريطانيا يسوون تعميد. وشكرا جزيلا عمار الخميس. نرحب جميع ضيوفنا المندائيين اليوم المبارك يوم الأحد، صارت عندنا هنا صباغة وكارنفال، وجوه طيبة، كنا عائلة واحدة. والأساس هذا التجمع هو ديمومة المندائية وتسهيل الأمور للمندائيين. تجمعهم تجمع جميل، تجمع لطيف، والكل متونسة والكل مرتاحة. وشيخ حامد سوى صباغة جميلة وبدأ من الساعة 8 الصبح إلى هسه الساعة 4. وإحنا طبعا شكرا جزيل الشكر، ونشكر الجميع الحضور اللي شاركوا بالكارنفال. نحن فردا قد عبدنا فهو حي. يا اهلا وسهلا، واحنا طبعا نكون ممنونين لابونا واخونا الكبير الدكتور حسام، هو ابو الفضل وهو ابو المكان هذا، وهالاصطباغه وهاللمه الحلوه وهالناس الطيبه لمتها وهالاكل الطيب. واحنا ممنونين له كثير ومشكورين للجميع ان شاء الله. وشكرا الشيخ حامد ممنون. مثل نخل قد هرسنا ندعو من مار الثبات. آك هي آك ماري آك من ذات هي آك هي آك ماري آك من ذات هي ربي مرور من هون شان يقول كل قدام مخر قد ما يشبتون شوف قد الأسرة كل هي رب قد ما يشبتون شوف كل قبرة قدام يخن شو من هي الهي تو تلاو بريشون كل قدام يخن هي. احنا طبعا سعداء موجودين اليوم بالكرنفال الثالث المندائي. بالبدايه نقدم شكرنا وتقديرنا لكل المندائيين اللي اجوا من داخل بريطانيا، ولا كل اهلنا واحبابنا المندائيين اللي اجونا من خارج بريطانيا. عندنا عائله من امريكا، بيت السيد مشتاق عبد الله من فلوريدا كاليفورنيا، سوري، اهلا وسهلا بهم. وهو سهلا بهنا من برمنغهام ومانشستر
من إسبانيا ومن كارديف وبرادفورد شيفيلد شيخنا من هولندا طبعا احنا نرحب بالبداية بشيخنا شيخ حامد غريب من هولندا نقول له أهلا وسهلا بيك بين أهلك المندائين في بريطانيا نتمنى لك وقت سعيد ونتمنى نشوف الشيخ حامد كل سنة في بريطانيا طبعا باسمي أنا منوار وسهى نرحب بكم نشكر حضوركم ولازم احنا نتفق ان هذا الكرنفال الجميل والمندائين الموجودين كلهم هذا العمل ما كان يقوم لولا عمو ابو رشا هذا ابو رشا ابو رشا طبعا عمو ابو رشا وخال ابو رشا هاي مو اول مره يطول بيدهم يصير بندي هاي ثالث مرة بين 2008 و 2009 والآن 2018 طبعا عمو هو عمي وصديقي بنفس الوقت وقال لي البيت بيتك وبيت كل المندائين فاني باسمكم كلكم راح نقدم هدية صغيرة إلى عمو أبو رشا راح نقدم هدية صغيرة إلى خالة أبو رشا طبعا هذا درفش شغل ايد فاضل زهرون برند هذا توسع هذا أول هدية إلى خالتي خال عمرشة. أستاذكم الله يخليكم. استاذكم الله يخليكم. وزواج عنهم الله يخليك شكرا لا طبعا اكيد عمي ابو رشا هو صديقي صديقي الشخصي وصديق كل المندائين عمي ابو رشا من اوائل المندائين وصلوا الى بريطانيا واشترك مع أهله وأخوانه في بناء المجتمع المندائي وساهم مساهمات كبيرة دعم الجمعية ماليا معنويا إداريا وخدمات المجتمع المندائي في بريطانيا مستمرة احنا نقول لعمو شكرا جزيلا الله يخليك إن شاء الله إن شاء الله نجيك بزواج أحفادك بزواج عنهم وهذا الدرفش إلى عمو أبو رشا شكرا يا ابو يحيى شكرا جزيلا يعطيك العافية شكرا يا عمار وشكرا لهم بس ألف شكر لكم أنتم لحية الكرنفال شكرا على الهدية مع المنشأة شكرا على هديتي درفش
بس أحسن هدية إلي هو وجودكم. وهاي أقولها from the bottom of my heart وجودكم أنتو. ألف شكر إلى شيخ حامد جان من هولندا، ألف شكر إلى كريم جان من إسبانيا، ألف شكر أخواتنا جون من أمريكا، جون من شيفيلد، دكتور منذر، عالم كثير جدا من كاردف أو دواي حتى تعرف خطية ما قدروا يلحقوا على الإصبار. الهدف الأساسي من هذا التجمع حتى نشوف عالمنا، حتى نتعرف على عالمنا، نتعرف على ديننا. جماعتنا لو فاني لو فاني، بس انتو ذا تلاحظون انه احنا قاعد نتذكر موتانا، نتذكر احبابنا، ذكرت اخويا يعني كل واحد يتذكر هذا. شوف هنا الانجليز يسوون حفلات ويسوون هواي قضايا لموتاهم احياءهم، واتمنى انه تنعاد هاي على طول. واحنا احكي ويا وحده من خواتي هنا، احنا عائله وحده. ما نشوف عائله هسه، شفت عادل من برمنغهام قريب علي جدا جدا قريب هو علينا، لانه عمته ساميه تصير مرت فرانس مقاطعنا. الصباغه هي فد رمز ان كمان داعيين، مو شرط انهم مستقبل، بس يعني فد شيء لطيف المسيحيين يسووه، الإسلام يسوون، اليهود يسوون. احنا خلي نحترم ديننا، نحترم نفسنا. وآخر شيء اللي أقوله، لمتنا هاي إلى ديمومة المندائية، ديمومة المندائية. واني اطلب من عندكم الكل وترجاكم انه تمشي هاي الجاذرين هذا والتجمع، تجمع لطيف، تونسنا، ضحكنا، استبغنا، ذكرنا موتانا، شفنا عالم جونا من امريكا، شفنا عالم جونا من زمان ما شايف اخويا من اسبانيا، من زمان ما شايف منذر، من زمان ما شايف عادل. يعني اليوم شفت ابن اختي ماجد راح اجى هنا، وباكر راح هو يسافر، اليوم يسافر الى هولندا يشوف ابوه وامه. فهذا فشي لطيف حلو كل نستمر عليه. شفت ام امه من زمان ما شايفها، شفت هواي عالم، ولان كل واحد شاف عالمه. فاتمنى انه نطلع من حكايه وحده من هذا الكارنفال، هي ديمومه المندائيه واستمرار هذا الدين الجميل، وما نخليه يموت، لانه احنا نحب المندائيه، مو لانه احنا عنصريين، لا، ولا ما احنا يعني مو دينين احنا كلنا، بس انه ديننا دين جميل، دين لطيف، دين تسامح، دين تسامح، واحد يساعد الاخر. هذا الشيء اللي اريد اقوله. وهديتي مره اخرى اقولها وجودكم وفرحتكم، والف شكر على جهودكم. نحن من آدم صرنا، نحن من شيد وسام، نحن من يحيى كبرنا، نحن تعميد السلام، نحن عهد الأولين دين
ديننا أقدام دين، نحن عهد الأولين، ديننا أقدام دين، درب من دا قد سلكنا، حرفنا أصل الكلام، درب من دا قد سلكنا، حرفنا أصل الكلام، أك هين، أك مارب، أك من دا تهين، أك هين.